ينضم معنا من عمان الأستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. الحكومة في العراق نفت أن تكون الطائرات التي هجمت أرامكو السعودية انطلقت من العراق، كيف تقرأ ذلك؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم أن كل نفي من جهاز حكومي يمتلك وزارة الدفاع وداخلية وجهاز أمن ومخابرات يحتاج إلى أدلة تستطيع أن تعضد نفيه، وبالتالي الحكومة نفت أشياء هي مجرد تصريحات إعلامية وتضليل الرأي العام، لأنها لا تمتلك أولا كامل السيادة على أراضيها، فهناك مناطق هي لا تستطيع الحكومة فيها الولوج أو التحكم كجرف الصخر والمناطق الصحراوية الأخرى. لذلك عملية النفي الحكومي هو عملية تضليل لا وجود لأدلة، وبالتالي هي تسارع بهذه القضية من أجل بعد الشبهة عن ميليشيات الحشد الشعبي وعن دور إيران المتغول والمتنفذ باستخدام الأراضي العراقية من خلال تنفيذ هجمات على جيرانه. وبالتالي هذه ليست الهجمة الأولى وستتكرر أيضا ليست الأخيرة، ستتكرر هجمات أخرى. لذلك هي تريد المحافظة على عدم رصد الأنشطة الإيرانية من داخل الأراضي العراقية، لأنه حقيقة الذي يقيس المنشآت النفطية التي استهدفت وهي أكبر مصفاة من أكبر مصفاة في العالم يجد أنه استحالة أن تصل الطائرات المسيرة من اليمن، لأن البعد من اليمن في أقرب نقطة حدودية إلى عمق هذه المنشآت هو 1669 كيلومتر، بينما من العراق سواء من صحراء البصرة أو السماوة أو المناطق الأخرى هي فقط 600 كيلومتر. ومعلوم عالميا أن الطيران المسير لا يمكن أن يتجاوز 1500 كيلومتر مدة تحليقه. وبالتالي الحكومة كيف تنظر إلى، يعني الحكومة دائما ما تشكو من انفلات الميليشيات وعدم ضبط تحركاتها، إلى أي مدى ترى أن الحكومة قادرة ربما على منع مثل هذه الهجمات؟ الحكومة عاجزة، بل الحكومة متواطئة في إيجاد مساحة لهذه الميليشيات، وهو لا يوجد هناك أي إجراء حكومي لتقنين أو استهداف أنشطة الميليشيات، مما يؤكد على أنها متواطئة، وبالتالي لا وجود لحكومة تكبح جماح الميليشيات أو تصرفاتها أو استخدام الأراضي العراقية لصالح النظام الإيراني. لذلك كل خطوات الحكومة هي خطوات ضعيفة، لا وجود لأي عمل ممنهج يمكن من خلاله أن يقول أن هناك جهود حكومية لردع هذه الميليشيات المنفلتة التي هي تصرح بأنها منفلتة ولأنها خارج نطاق القانون. ثم أن هناك ميليشيات إلى هذه اللحظة لم تغلق الحكومة مقراتها، وهي تعلن أنها ليست خاضعة للحكومة، والحكومة تعلن أنها ليست خاضعة لها كالنجباء وكحزب الله وغيرها، وبالتالي تستخدم الأراضي والأماكن العراقية لممارسة أنشطاتها، مما يدلل على أن الحكومة توفر مساحة لهذه الميليشيات من أجل أن يتم استخدام الأراضي العراقية لصالح الإيراني. إلى أي مدى تدرك الحكومة والبرلمان خطورة انخراط هذه الميليشيات في صراعات إيران الإقليمية والدولية؟ هم يعلمون تماما أنهم وضعوا العراق ضمن مساحة التخندقات الدولية، وبالتالي أصبح العراق ساحة لتصفية الصراعات الدولية بحرب الوكالات المعروفة تماما. لذلك هنا يقول أن هناك بالقانون الدولي أنه من الممكن أن السعودية تبدأ باستهداف أماكن تصدير النار داخل العراق، كما الآن تستهدف تركيا أماكن تصدير النار والممارسات الإرهابية داخل العراق التي تمارس على تركيا وكذلك دول أخرى. لذلك حقيقة الحكومة غير آبها لأنها مرتبطة بالنظام الإيراني، وكل الأطراف السياسية رأيتم أنهم يدافعون عن إيران بطريقة واضحة ولا يسمحون باستخدام العراق للاعتداء على إيران كما يسمونه هم عندما يأتي الحديث بهذا الإطار، وأن اختيار المناصب السياسية لهؤلاء هو يأتي من خلال السفارة الإيرانية وقاسم سليماني، والتصريحات السياسية واضحة أن قاسم سليماني من اختار الرئاسات الثلاثة بطريقة واضحة. لذلك حقيقة هؤلاء يدافعون عن النظام الإيراني بطريقة مجعلة. في نقطة أستاذ عبد القادر، يعني لماذا من وجهة نظرك يعني تقدم الميليشيات على استهداف الدول العربية في الوقت الذي تحمل فيه يعني شعار الممانعة أو شعار المقاومة ضد الكيان الصهيوني، بينما تلوذ بالصمت أمام الضربات الصهيونية المتكررة عليها في العراق وسوريا؟ لأنه ما يجري هو عملية تخادم واضحة،
لذلك هم الصراع فيما بينهم صراع نفوذ على المنطقة العربية، أي الكيان الصهيوني وإيران وميليشياتها. لذلك هم ربما لا يزداد العداء كثيرا بينهم، ولا تريدون أن تنشب معارك بين إيران وإسرائيل حتى على طريق التصعيد الكبير. هم يستخدمون استفزاز الدول العربية لاستعراض عضلاتهم على الدول العربية، وبالتالي المشروع منذ اللحظة الأولى الذي استهدف العراق هم يرفعون شعارات تحرير المكة المكرمة والمسجد النبوي، وبالتالي هذه الشعارات ترفعها إيران، أي أن الطريق أصبح إلى القدس معبد من كربلاء إلى المكة المكرمة إلى صنعاء. هذه القضية تدلل على أنه حجم الاستهداف للأمة العربية والدول العربية كبير. لكن هنا نسجل ملاحظة أن الدول العربية ليست لديها مشروع مواجهة حقيقي، فهي تعتمد على الولايات المتحدة، وهذا خطأ كبير جسيم وقعت به ولا زالت تقع بهذا الإطار، وهي تركت العراق والشعب العراقي ضحية وثريسة للنظام الإيراني ولميليشياته، وهذا أيضا سيدفعها إلى أنها لن تستطيع الدفاع عن أمنها الداخلي. لذلك حقيقة إن لم يكن هناك عمل شريع يمكن أن يتدارك الوضع، فإنه حقيقة تنزل تداعيات أكبر مما القصف الذي يجري الآن على الدول العربية. الأستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا لك.